قول لابراهيم نشيل ايده يا خال. طب يطلع انت يا خال، وحشتيني الكوريا. بقول لك يا ابراهيم، احنا مفيش بينا حاجه عشان تقول لي كلام زي ده، وبعدين ابعد عني عشان فرطش عليك الناس. تعالي تعالي. اوزي تلعيش تاني. مش حته حديده هيما يلا تخلي بينا حاجه، احنا خلاص يا ابن الحلال، كل واحد فينا راح لحاله. طب بتدلعيني ليه طيب؟ انا دلعتك دلوقتي؟ انت مش قلت يا هيما؟ لا لا، زلت لسان، زلت لسان يا هيما، ايه المشكله يعني؟ اهو. ابراهيم. ايه يا كوريا؟ ابراهيم. ايه يا كوريا؟ احلف وحياه اللي بينا انك مش هتكسر قلبي تاني، ولا تعرف عليا واحده تاني. حاضر. حاضر ايه؟ حاضر مش هعرف عليكي واحده. احلف يا هيما زي ما بقول. وحياه ام سوكا ما هعرف عليكي واحده. هيما. وحياه اللي بينا ما هعرف عليكي حاجه. انا بحب انت واكله بصل ولا سندس؟ يلا يا قمر. البورتي حلو. حاضر. ده انت بتلبسيها ليه؟ هاخدها معايا المحل. نعم محل ايه وتنزليها فين؟ ما انت نازله كمان المحل بتاعك، مش هنسيبها لوحدها في البيت. طب ما تسيبها في البيت وتسكي عليها زي ما انا بعمل. تسكي؟ ايوه تقفلي عليها يعني. لا انا مش عايزه اقفل عليها، انا عايزه انزلها معايا اسليها وتسليني. يا سلام، تكونش اختي قريبتك وانا معرفش. اه خالتي زي ما هي خالتك. انا في ودان انزلي تحت في الحاره قولي انها مش خالتي. خلاص يا اختي هروح معاه وحنسي بيكون صك عليك هنا لوحدي بقى كده. اه ماشي اختي روحي معاه. اه خديها احسن من حبستها برضك هنا. بس بقولك ايه بقى والنبي يا اختي، بلاش عوجة اللسان ورطني بالاجنبي ده. ادام نويتي تنزلي استرزاق هنا في الحاره النسوان مش هتفهمي، وانا من النهارده كل يوم بالليل ابقعد معاكي شوي اعدلك لسانك ده واكسب فيكي ثواب، بدل ما انت عامله زي النسوان لا مؤاخذه كده. نعم ايوه يو، يعني هي الدنيا هتتهد خير؟ عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ ايه الانكسار ده؟ خش. مين دي؟ دي نواله خالتي جارتنا. نعم عاوزه ايه؟ عاوزه اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي. ايه يا نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا اختي. روح روح اربي له الشربات اواه. ايه استني يا خالتي، واي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القطع اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومه جوزي، شرع ربنا محل للراجل اربعه، وانا بقى ست مؤمنه وطالبه الحلال لجوزي. حلال ايه يا وليه يا عيبه؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكره كل النسوان زيك خطفت رجاله ثم تعالي هنا بقى، هو بقى يرجعك عشان كده؟ قومي من هنا زباله الحريمه دي. قوم قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل، اطلعي يا اختي اطلعي، انا حق علي فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص، اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاجل، لكن ازاي؟ راجل كل عشته مع البهاي، اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده انت؟ حدك حشرك حد جاب سيرتك واحده وباقيه على جوزها، انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان ست جمالات. ما تسيبي صاحبة الشأن تقول رأيها، هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمة ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة شأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على دره عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدره لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي، لا هي جايه بنفسها عشان تطلب ايد البنيه اللي بسلامته. لا حول ولا قوه الا بالله على ذلي وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايوتها حاجه. وبعدين معاكي بقى يا الله. ست جمالات انا جاي وطالب ايديك على سنه الله ورسوله،
وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عمارتي اللي فيها المحل، هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط وكل تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس والخد التانيه الفرده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانه المسكينه دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحده تانيه؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المرايه قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برايك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمه على عظمه جولي جدعه بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش بالشارع. طب قسما عظمه نرميكوا في الشارع رميه الكلاب حتى لو جبتولي من قارون. ماشي يانا يانا هتقعوا مني فين؟ مش يا لحمه تجيني على المفرمه. انت واقف هنا بتعملي ايه؟ انت انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرفوا. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك ده انتوا ستين نصيب نصيب عليكوا كلكم. عملت لك اللي في دماغك بس اديك شفت. هو احنا لينا غير بعض يا سلومه؟ ده انت اللي طلعت بيه من الدنيا عاوز تبعني وعشان خاطر مين يا سلومه؟ اهي بعترت كرامتك في الارض وخليتك ما تسواش فرده شبشب مقطعه. بالراحه بالراحه خف صابعك اللي عامله زي المخراز. ايه بتكبسي جاموسه؟ كفايه كفايه جبت انت تعبتني. بس الشهاده لله الوليه اللي اسمها جمالات غلبانه هي العقربه اللي اسمها كوريا دي اللي ورا كل المصايب. لكن انا هخرب بيت الاتنين. بقول لك ايه يا هايده هانم، ما تنزلي تشوفي باب الرزق الجديد اللي انت فاتحاه ده، لازم تهتمي بيه. نربي رجلي جديده. امال ايه؟ مش محتاجه قاعده. امال انا جايباك ليه يا استاذ شكري؟ مش عشان تكلمها وتفهمها ونخلص من الموضوع ده؟ انا مش عايزه مشاكل مع الناس اللي في المنطقه كل يوم والتاني، وقلت لها هدفع لك فلوس تنكيس البيت عشان نخلص من سلوكه الجزار اللي بنطلنا كل شويه والتانيه وهي اللي مش راضيه. وانا قلت لك 100 مره دي امور شخصيه، بتحشري نفسك فيها ليه دلوقتي؟ ما قلنا بقى حوار مسمار جحا اللي عايزه تدبرنا في قلب المكان ده مش هياكل. بقول لك ايه؟ ايه؟ كفايه العرق الصعيد اللي فاتت جوه ده نفوخك ده. الهانم عايزه تديلك مبلغ محترم. المبلغ ده هينفعك. يا ست اعتبريه مقدم جديد للإيجار. اعتبريه بلاش مقدم جديد، اعتبريها جمعية ودخلت فيها وانت بطيها الأول وبتقصتي بعد كده طرنشات يعني كل شهر عشان نرمي المبلغ ده لسلوم الكلب عظمه ويتلهي فيها. نعم نعم. وهي هتفضل بقى عدلنا هنا مصبحنا ومبسيانا لغاية ما الفلوس دي كلها تخلص؟ ليه يا خي؟ هو انت مش قلتلي انها كام اسبوع هتزح من هنا؟ ده على اساس ان انا اللي طايرة من الفرحة بعدت هنا ومش عايز امشي؟ اسمعيني كويس، الظابط اسمه ايه علاء ده جالي من فتره وقال لي انه البيت ده لازم يتنكس فورا والا هيبقى في قضيه وهيضطروا يخلوا البيت من السكان، بس هو يعني يقدر يعطل شويه المحضر عشان يحل الموضوع بشكل ودي ومن غير مشاكل. الظابط ايه حلوه جالك ده امتى وفين ان شاء الله؟ والله ومشينا امورنا ونسينا الحكومه وبقينا قرايب. انا كم مره قلت لك بطلي اسلوبك الفالجر ده؟ انا ماليش دعوه، هو انا اللي رحت له؟ هو اللي جالي لحد هنا وخبط على الباب وقال الكلمتين دول ومشي. وماله يا ناس؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ طالما الظابط ده طيب وابن حلال نخليه واقف بصدنا واحنا بندي المبلغ لسلومه إيه؟ عشان تبقى الحكومه شاهده على الفلوس. ايه اللي انت بتقوله يا اسطى شكري؟ ده ظابط مباحث. هو انت نسيت انا مين وبعمل هنا ايه؟ انت عايز تدخل ظابط مباحث في حياتي؟ واحنا مالنا يا اختي؟ واحنا كنا احنا اللي دخلناه؟ ما هو اللي حشر نفسه بنفسه، هو اللي مش قاعد على حامي ولا على بارد من ساعه ما شافي، ده هو اللي مهزق نفسه عشان ده بيعمل عمايل الصراحه ما يعملهاش امين شرطه ولا عسكري. وانت فكرك انا ما شفتوش يوم ما جه وافتتح المحل عشان يطل؟ شفته يا جولي، شفته وهو ماشي يا فايق قمر عيش. هو انت شفتيه يوم الافتتاح؟ ايوه يا اختي شفته. تعالى كده خال، تعالى خال والنبي معلش. شفته يا جولي. بقول لك يا حبيبتي اقعدي اقعدي. انا عايزه انصحك نصيحه لوجه الله، مع انك ما تستاهلهاش بس انا انصحهالك برضه. بصي يا حبيبتي سيبك بقى من جو الهوانم وجولي ومولي ودولي وهايدي ومايدي والجو ده. عيش عيشتك اللي انت عايشاها دلوقتي. يعني انت دلوقتي اسمك ايه؟ اسمك جمالات. وشكل الجمالات وساكنه في بطن البقره ومعاكي بطاقه بتقول ان الجمالات تحطيها كده في عين التخين. ده انا لو اتعكشت كده وخدوني على الاسم تروح انت تضمنيني وتطلعيني على ان الجمالات. يبقى لازمته ايه بقى شغل القط والفار اللي انت عاملاه مع الظابط ده؟ ثم تعالي هنا. انا مش فاهمه هو ازاي مشكش فيكي لغايه دلوقتي. انا الصراحه لو مكان وظابط وانت بتعملي الحركات اللي بتعمليها دي كنت شكيت فيك.
واحده اول ما اشوفها تسورق، يا اما كده تروحوا تزوغ مني في الكلام. هو في ايه؟ ده انا كنت قلت عليك يا اما تجره مخدرات يا اما لمؤاخذه بتجري في الاعضاء البشريه. بصي حبيبتي فكي كده، فكي كده، خش على الراجل بصدر عشان ما يشكش فيك. لو شك فيك هيقعد ينبش وراك، انت هتزعلي بعد كده. انا قلت اهو خلاص. الله عليك الله عليك اكور يا بنت اختي. ايوه كده، يا سلام لما الغزاله تبقى رايقه. كلامك ده دخلنا خشيش يا بنت. اي خدمه خير. بقول لك ايه، معاكي موبايله؟ ها؟ يو نمرته يعني؟ لا انا مش معايا نمرته، انا معايا كارتو. لا هو مش معايا، هو اداني كارتو بس انا ضيعته. طب خش يا اختي دوري عليه، خش دوري عليه وانا هكلمه ورسع الحوار كله. خش خش حبيبتي ربنا يهديك. خش. اللي تاخدك من قسى الدنيا بحنان